باش نكمل في النهج الكل معناتها ما يساب مسابت 100% يجري دم وكيك ومكركر فيه عليه حب ربي هذا الشيء اللي نستنيو فيه في تونس من جرح الثوره عملت ثوره صحيح مانيش نادم في اللحظه هذيك مانيش نادم انت سامحني انت من جرح الثوره انا خويا من جرح الثوره اسمك سامحني اسمي سامي الفزاني خويا المتهم انا خويا عملت ما نقولش انا عملت ثوره البطاله التونسيه عملت ثوره الشباب التونسي اللي عايش في القاهرة عايش تحت الحيط وعايش تحت الحصار على الثورة نهار 14 و12 و13 ونهار 12 كانت تتكلم امرأة في المعتمدية تاع الزهروني وقت حرقوها العباد كان عليها بشهادة وتتفرج في الشيء هذايا تتكلم طلعت لها الفوق والتروازيام هبطها أنا ونار تشعل بلوتي وحبنا ونساند وقت هي وزوز أخرين هي وزوز رجال أخرين هبطها أنا ونهار 14 محروق في النار مرمي بالنار عند عوان الأمن وحد محب يطالب لي بحقي ومشيت للوالي وشاكي بوزارة الداخلية وحتى حد تو ما تلقينا حتى حد حتى حق لا للشهداء لا للجرح كلام يبرر في كلام في كلام يبرر في كلام مش هذايا باش نوصلو فرحان كي مشيت خرجت نجري من عيط ديجاج يا فساد ديجاج يا استبداد ديجاج يا مانيش عارف يا ظلم باش نروج على حريتي فرحان تعادينا على مولاي نصلي على النبي الناس الكل نحبوا بعضنا فرحانين بعضنا نجري ورا بعضنا ما نحكيوش على القناصة خاطر مش من أمن القناصة بالقصبة الخضراء بعيني باش يريضوا العباد قناصة قناصة باش ما تكملش الناس تواصل باش تنحي الظلم يا اخي قاعد الظلم عندما يغيب القانون ياتي الاستبداد بالظلم واحنا تو قلت بلاد قانون ماذا يسمعناش ظلم منين منين انا حريه انا امي فماش فما اي تونسي يحب امه تتهان تتسب نعمل له كنترول في قدام اخته وبابا راجلها ولدك كاكا فما اي تونسي فما اي انسان في دار امه عندي يدخل واحد ما يعرفش يحب في امه يلا دار اللي شد الكرسي قبل في عهد بن علي ما كانش يتسب ما كان يتسب ما كان مظلومين نحن نقولوا كانوا مظلومين زاد كان يقولوا في العصا يحبوا ترجع العصا لنا نحن يعرفوا قيمتها العصا يعرفوا كيفاش كانوا يتسبوا يا رندا انا ثم في تونسي في تونس تو يحب امه تتسب اخته وبوه يسمع بيت تسمع كيفاش امه تتهان هذا يا بلاد اللي وصلنا بها لهنا وصلنا نحن باش نولوا احرار باش نتكلموا باش نعبروا يدخل الانسان يسب لك امك يرضى في امه هو الشيء هذايا كقاعد الناس الداخل يرضى في امه الشيء هذايا يرضى في اخته حرمة دارك ما عادش تنجم تعيش في دارك ما تسكرش عليك باب تخاف اعطيني ما يثبت وادخل مانيش نقول لك ليه اعطيني ما يثبت هات مضيقه كتابيه وتفضل مرحبا انسان مش حاكم عصابه مصايب كان انسان انت تشوفه الطفل هذايا كانسان انت تشوفه الطفل هذايا اليوم منفوخ ريت انسان منفوخ عصابه مصايبه والله عصابه اليوم في 17 نتاع المرق نتاع الزهروني يقول لهم ما طلعوليش شغل هو في السبيطار ولا في عدو الحبس عدو اليوم الحبس عدو لتحت يبقوا معاه فردين يقول لهم ما تطلعوليش هذاك قضاء لا ياك طاوة جاني واحد من بوشوشة قال لي كنت مع عبد السلام في بوشوشة قال لي حاضر لا يرفع هذاك خويا القانون تاعي قال لي لا ياكل لا يشرب منفوخ قال لي منفوخ قال لي الليل اللي جابوه مقرف على الماكلة ولا ما يجرش لا مقرف على الماكلة مقرف على الماكلة خاطر مظلوم نطلب في منطقة منوبة ما حبش يستجيب لي حد منطقة السجومي ما حب يستجيب لي حد منطقة برضه ما حب يستجيب لي حد الحمايه المدنيه ما حبش تجي خلي مشكلتك معناش نحنا ما نجموش ندخلوا في الحالات هذيا علاش خاطر عوان الامن ما نجموش ندخلوا يجي يضبط لي حال الحال اللي انا فيه ما كنت ضبطت حالتك انت شديت متهم لحاجه كبيره اعطيني قانون اخر يضبط لي الحاله اللي صارت فيها اللي بخلي لي البقايا اللي بخلي لي في الدار ما حب حتى حد يضبط الحال بصراحه ما حب حتى حد يضبط الحال اضبط لي الحاله تاع اختي عليها ليش بشرت اختي مواطنه تونسيه تتمتع بحقوقها الأخرى مواطنة تونسية تتمتع بحقوقها كأم تتمتع بحقوقها كتونسي يتمتع بحقوقه في داره أنت هزيت البشرة هذاك المتهم جات الروح أنا بقول لك جات الروح والآخرين شكون باش ياخذ لهم حق إيجا أعلمني أعطيني مكتب أنا باش نمشي نشكي به أعطيني مكتب باش نمشي نضبط فيه حالات زادان كالدم اللي مخلينه وكالشيء وكالتكسير وكالفجعة هذيك باهي أنا بابا مريض بالسكر اختي الاخرى عندها القلب والفتر ضربها بالغاز كان ما تتلف القلعه هذيك شكون باش تحمل المسؤوليه؟ شكون باش يجي يضبط لي الحاله تاع المسؤوليه هذيك؟ ما نقول لك انا ما عملتش ولا محاله راه صارت قدامنا وخرج لي عليها محل بعض خرج محاله جارنا بيع في شراب زدموا عليه وراه كيفاش
يدقوا في الباب بالسياسة ويخرجوا الشرطة. مين صحيح ما صوروش؟ صحيح وقت ياكل في الضرب، وقت بنته تاكل في الضرب ومرته باش يوروه هو فين بتخبي ما وروهوش، ما صوروهوش الشيء هذاك. الكاميرا اللي جاية، الإعلام اللي جاية معاهم ما صوروهوش. وحاضرين. حنا بعد حاضرين ونشوفوا. حاضرين. أنا شاهد دار جناب الدار. وحاضرين ونشوفوا ما صوروهوش، ما خرجوهوش الشيء هذاك. خلوا ليه حملة عادية وأمن المستقبل. فعليه؟ يموت يوري الحق. يما انا تو نلوجوا على الحق، نلوجوا على الحق، على الاستقرار، على الحريه، ما نخرج ديمقراطيه خاطر بعيد برشا على الله.